مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد لعرض وعليها الكلام. وهذا الأسبوع ما زلنا في الغرب الجزائري. اليوم رانا في باري. بتي باري. هذا الأسبوع رانا في سيدي بالعباس اللي معروفة بتاريخها وناسها الطيبين. والأطباق ما عندي ما نحكي لك. سيدي بالعباس مدينة ساحرة. مش من ويدان مش من مناظر خلابة. وهذا الأسبوع راح ندوقوا ملح سيدي بالعباس مع إيمان، أسمى، أمال، منال. شكون فيهم راح يكون الفائز تاع هذا الاسبوع وعند من راح تكون عرضه وعليها الكلام؟ واليوم انا معروضين عند اسماء. السلام عليكم ومرحبا بكم عندنا في سيدي بالعباس ومرحبا بكم في دارنا. معكم السيده بالمعاش واسماء، العمر 27 سنه، متحصله على شهاده الماستر في اللغه الانجليزيه. بالنسبه للطبخ انا عندي هوايه، يعني انا هاويه، نبغي بزاف الطبخ، لا كويزين، طيب الاطباق التقليديه العصريه، لي غاتو، كلش. ومن حبي للطبخ فتحت قناه في اليوتيوب وخصصتها للطبخ، روتينات، تدابير منزليه، يعني كلش، كل ما يهم المرأة. عرضوا عليها الكلام برنامج يعجبني بزاف وتمنيت اني نشارك فيه، وقلت للزوج تاعي، قال لي قبل، قال لي تقدري تشاركي فيه، سجلت فيه وقبلوني الحمد لله وراهم عندي اليوم، مرحبا بكم. وبالنسبة للمنيو درت لهم منيو خاص بالغرب الجزائري، خاصة سيدي بالعباس، شوالا نحطها لهم بطريقة تكون مودرن، ان شاء الله تعجبهم. من داك يجوني انتقادات في التعليقات عندي في القناة، الانتقاد كيكون بناء اكيد غادي ندير عليه، باسكو اللي ينتقدك انتقاد بناء راه يبغي لك الخير، يعني يحوس عليك دير، يحوس عليك تنجح وكاع. مي الانتقاد اللي يكون سلبي ما نديرش عليه وما ياثرش عليا، باسكو الا اثر عليا غادي ياثر على خدمتي في القناه. الحاجه اللي ما نبغيهاش في الكوزينه، نبغي نخدم وحدي، ما نبغيش كي نخدم واحد يقول لي ديري هاك وديري هاك، باش من بعد كي نحط هذاك لو بلان نعرفه باللي تاعي وانا اللي خدمته باتقان. السلام عليكم ومرحبا بكم عندي في كوزينتي، راني موجوده لضيافي منيو شباب ان شاء الله يعجبهم. هنا راني نخدم في البلا برينسيبال تاعي، عندي هنايا هذا السطر تاع الدجاج، كنت طيبته مع الزيتون، من بعد فتته ودرت معاه البيض ودرت معاه لي زيبيس ولا شابلور، ودرت معاه شويه من لاصوص تاع الزيتون ودرته في الكوشه يطيب. وهنا راه عندي لا كريم فريش، طلعتها مع شويه تاع الفرماج ودرت فيها شويه تاع الزيتون، غادي نحطها كيما هاك. فوالا هادو باين نخدمهم على شكل قلب، غادي نخدمهم بهذا الموضوع. يا يا واش ما فهمتش الديسير؟ واقيل طارتو سيترون. قالت لك واقيل الدجاج مكرازي. والله غير ما فهمت والو على بالك. سين ايطاليها مليح. نوتخ دوزيام كانديدات تاع هذا الاسبوع بدات مع لو بلا برينسيبال، ونقدروا نقولوا باللي غريب نوعا ما. في البويون تاع الزيتون سما بنين، ما زدتلاش بزاف لي زيبيس، درت لها غير شويه تاع الحرور، ما من الملح ما زدتلاش بزاف باسكو كان مالح. ودوك نقدروا نروحوا لونطخي اللي راح تكون فيها حريره. سونز وبدي البوراك الواعر. هنا كيما تشوفوا راني حاطه الغرافي، باغي ندير الحريره، ما تجوش بالعباس وما تاكلوش الحريره. الحريره تاعي ها هي، لا الحريره هذه درتها فيها شويه تاع اللحم، ودرت لي ليغوم اللي هما زروديه، بصله، بطاطا، طوماطيس، ولي زيبيس الحرور، السكنجبير، الفلفله حمراء اللي هي العكريه، درت طوماطيس مصبره. ونولي دركا للبوراك باش نقليه. البوراك راني دايرته كيما هاك بهذه الطريقه، درت فيه الثاني سكالوب، ودرت معاه الكريم فريش، ودرت معاه الفرماج، لي زيبيس، شويه تاع الحرور، ودرت تاني توم بودرة، ودرت السكنجبير، ودركا غادي نبدا نقلي فيه. وعاوليك البوراك تاع اسماء جاي شغل تصدام. ندير نار متوسطه باش يطيبوا لي غايه. دركا غادي نكمل نقلي البوراك، من بعد نولي الدغيساج تاع البلا برينسيبال. كل حاجه راهي طيب بعقلها، ومازال الدوزيام بارتي تاع لو بلا برينسيبال. والله يعطيك الصحه يا اسماء. ودركا غادي ندريسي البلا برينسيبال اللي هو الزيتون بالشامبينيون وبالبولي انشي. لا دوزيام بارتي تاع لو بلا برينسيبال طاجين زيتون بالدجاج، وبزاف بزاف 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 الزيتون. هنا درت هنا درت الصدوره تاع الدجاج، سكالوب تاع الدجاج،
نص طحنته ودرته هكا دي بولات، والنص الاخر بعد ما طيبته خرجته وطحنته وخدمته كيما هاك، ودرت معاه كيما قلت لكم شامبينيون ولا صوص تاعها خليتها بيضة. من بعد كي طاب درت لها شويه تاع لا كريم فريش. ميم هنا البولي اشي هذا درت في وسطه الفرماج، هذه هي هكا لا صوص تاعها تجي بيضة وتجي بنينه ان شاء الله تعجب ضيافي. فوالا هنا راني قطعت من هذاك اللي طيبته في الكوشه، قطعت منه على شكل قلب، غادي نحطه هنا وغادي نجيب هذا الفرماج، غادي ثاني سي نقطع منه على شكل قلب. الدريساج اليوم مع اسمها غير القلوبه. ونحطه هنايا بنفس الطريقه. غادي نكمل لي بلاطيوي باش نولي للديسير باسكو الوقت ما بقاليش، ومن بعد راني نولي لكم ان شاء الله. اسماء طولت مع لو بلا برينسيبال بصح خرج شباب. وي والله راه حاجه شابه. ايا نروحو نكتشفو الديسير. نولي دركا للديسير، راني دايره الديسير وشوكولا. طبقه من تحت راني دايرتها فلون شوكولا، خدمته بالمايزينا والحليب الكاكاو، والثاني مورسو تاع الشوكولا درتها فيه، ودرت البانان، ودرت هذا غاطو اللي كنت طحنته، من بعد درت معه شويه تاع الدهان، ودرت من فوق صوص شوكولا. وهنا راها عندي لا كريم شونتي اللي كنت طلعتها ميم ثاني بالفلون تاع تاع الشوكولا وشويه تاع الكاكاو باش ما تجيش حلوه بزاف. دونك غادي نحطها من الفوق. بسم الله. الديسير اليوم فلان او شوكولا، والفلان هذا راح تدريسا دو فوا. كيف هادي تدريسا دو فوا؟ دونك شوف فوالا. وهنا غادي نجي ندير لها شويه تاع الشوكولا، صوص شوكولا من الفوق، وندير لها شويه نتاع الكاكاو. فوالا هذا هو، وغادي نكمل البقيه بنفس الطريقه. يعطيك الصحه اسماء، كلش راه واجد، ضيافنا راهم عند الباب ومقلقين باش يكتشفوا اللغز وسيرتو المنيو الواعر. تفضلوا. مرحبا. السلام عليكم. مرحبا بكم. السلام عليكم. سلام. مرحبا بك. الله يسلمك. مرحبا بك. الله يسلمك. وامنيك ضيافنا والاستقبال بالتمر. واش رايكم في الاستقبال؟ استقبال تاع اخت اسماء كان مليح، كان استقبلتنا استقبال شباب، يعطيها الصحه. استقبلتنا غايه، الله يبارك. عجبني الاستقبال تاعها. حضرت لكم اطباق منوعه والبناساتها يلي بزيارتكم نورتوا الدار. تحليه مزينه في كاسها والذوق مليان بصرارها. استقبال كان ما شاء الله، عطيها الصحه وتسمح لنا اللي شقيناها. ماهيش مبينت لنا واش ماشي مبينه واش هي دايره. منو شباب بالبزافه ويسنى فيكم. تفضلوا. مرحبا. بسم الله. تفضلوا ذوقوا الحريره. كما قلنا لونطخي حريره بالبوراك، ان شاء الله باك يعجبهم الشكل تاع البوراك. بصحتكم. بسم الله. الحريرة تاعها جاتني شوية بالحلاوة، جاتني شوية حلوة، القو حلو فيها بزاف. جبل ربي مكثرت لها زردية. نسي مليحة. عجبتكم؟ يعطيك الصحة بنينة. كمان لي زيبيشاك دايرة فيها كاع؟ لي دايرة الحرور العكرية وشويه تاع الكرويه. حنا ثاني نديروا المشايخه في الحريره. فوالا. وشويه تاع الزعفران. جات فيها بنت الحلاوه. الحريره كانت بنينه، عطيها الصحه. حسيت بلي فيها بزاف لي ليغوم، ماغري حنا الحريره تاع الغرب ما تجيش فيها كيما اللفت وكيما البطاطا، مي كانت بنينه عطيها الصحه. تاع الزروديه.
تاع زروديه، انا كثر فيها زروديه، نبغي هاد الكو في الحرير. اي جات فيها بنت الحلاوه. خضره ديري كاع خضره. خضره ندير الزروديه، البصله راه باينه، طوماطيس، حبيبه تاع البطاطا، وزدت درت فيها شويه تاع اللفت والكرافس. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. ايمان عجبتها الحريره؟ فلونتخي كانت حريره شابه بنينه. الحريره عندها عندنا لهنايا ما كاش يجي بالعباس العراس في العرضات في لازم تكون الحريره في الغرب كاع سكتو بالعباس وهران اوبليجي لازم تكون الحريره لازم ما تقدروش تبدلوها باغار لازم الحريره وتقريبا كاع نخدموها كيف كيف بريسك كاع عندنا الميثود وحده نخدموا بها الحريره نعم اوكي بنينه تبع الغرب قولوا البول باش راكي فخسياته درت البولي بلون بولي مع الكريم فريش والفرماج يعطيك الصحه وراك جاني بنين مليح لا فخس الداخل جات طريه مليح هذه هي اللي كنا خايفينها الشكل تاع البوراك ما عجبهمش وايمان هي الاولى البوراك شويه كان الشكل تاعه شويه ديفيسيل كان الشكل تاعه شويه ديفيسيل هكا بصح البنه زعما جا شباب بنين عجبك البوراك بوراك شباب كيدير فيه بصله هكا شويه بصل وشويه ثوم غير شويه منال ما عندها حتى مشكل مع البوراك قالت لك بنين وشباب بوراك شباب بزاف ماشي ناشف طريقه عصريه اعطيها الصحه بنين بزاف ابار ايمان اللي ما عجبهاش البوراك كل حاجه في بلاصتها والبنه كانت حاضره لحقنا الطبق الرئيسي الواعر اليوم القلوبه تفضلوا دركا الطبق الرئيسي يعطيك الصحه ويباني شاهي ويباني شاهي يعطيك الصحه مع الديكور وكاع حنا ديكور في بالعباس العين العاده تاعنا كثر نديرو حريره زيتون ورقوق ولا في بلاصه الزيتون محمر ولا محمر دونك انا غارديت هاد العاده وشويه جيتي شويه منا شويه نبداو بايمان اللي عجبها بزاف الطبق الرئيسي الطبق الرئيسي كان الزيتون طايب غايه بنين هذوك لي طاخت صالي ثاني اللي دارتهم ثاني شابين بولي اشي كان بنين بصح شاوله شويه قاصح كان في البنه بنين شاوله شويه قاصح تما صوص بيضه صوص بيضه هضرينا على الكور شوفي درت زطر تاع الدجاج طيبته مع لاصوص تاع الزيتون من بعد ما طاب عاودت ريحيته درت له البيض شويه من لاصوص ثاني تاع الزيتون درت شويه حرور والملح هذا ما كان من بعد حطيته في بلاطاب ابخي درت معاه الكريم فريش طلعتها بالفرماج وثاني زدت معاه شويه تاع الزيتون فوالا وحطيت كي طاب هذاك الدجاج درت فوقه لا كريم فريش مع الزيتون ابخي عاود كشغلته في النص وقلبته باش يجي من الداخل فيه شغل فخسيتيه كشغل فخسي فخسي من بعد طبعتها هكا بالكور وحطيته فوالا وهذا من فوق خاص صافي طاح صالي كشغل طاجين جبن منال واش رايك في الطبق الرئيسي بروبليم صوص الطبق الرئيسي هذاك القلب تاع الدجاج كان شباب ماشي ناشف المرق اللي طيبت فيه الزيتون حسيته شويه ناقص ايبيسمو لي بولات شابين عطيها الصحه امال الطبق الرئيسي عجبها بزاف وما عندها حتى مشكل مع لاصوص الطبق الرئيسي مليح التقدام تاعو لا بريزونطاسيون تاعو قدماتو مليح زيتون طايب مليح مام الدجاج مليح بنين مدينا دوكا نشوفوا واش راكي دايره ديسير ان شاء الله كملوا وانا نجيب لكم الديسير يعطيك الصحه حنان صحتك لو بلا برينسيبال كاع عجبهم وقت الديسير تفضلوا الديسير يزيد تفضلك الديسير تاع اليوم فلان فيه الكاوكاو البنان الشيكولا كراميل ومن الفوق موس وشوكولا بصحتكم لا
درت البانان والبسكوي طحنته درت فيه شويه تاع الدهن ومن الفوق درت لا كريم شونتي ثاني طلعتها مع شويه تاع الفلون مع شويه تاع الكاكاو باش نكاسي الحلاوه ومن الداخل ثاني درت صوص شوكولا ودرت ثاني من الفوق هكا زينتها وشويه تاع الكاكاو. إيمان تحب الشوكولا وعجبها الديسير. الديسير كان مليح كان شباب ميم ماشي سيكري بزاف وجاها كلشي شباب الله يبارك. عطيك الصحة يا درا عجبك بنينه. عطيك الصحة بنينه وجات لاموس جات خفيفه جات خفيفه لاموس وجات ماشي حلوه بزاف ماشي حلوه ماشي سيكري بزاف ماشي ثقيله انا ما نبغيش ندير هاد الصباح في فوالا وما جات انا خير فوالا ماشي حلو بزاف يجيني شاف. عطيك الصحة. عطيك الصحة. صحة الله يعطيك الصحة جاتك بنينة. صحاتكم. واش رايك أمان؟ عجبها بزاف الديسير أمان. ديسير شباب. لاموس جاتها طرية، جاتها شابة خفيفة. ميم كي كليتها خفيفة. ما جاتهاش ثقيلة، جاتها بنينة مليحة. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة العرضة. يعطيك الصحة العرضة. صحاتكم. إن شاء الله تكون عجبتكم. يعطيك الصحة. الله يسلمك صحتي. يعطيك صحيحتك. منال ما قلتي لنا والو. الديسير كان بنين بزاف، حسيت هذيك لاموز حسيتها خفيفة شابة بنينة، كاسة الحلاوة ما حسيتهاش حلوة بزاف، دارت البانان مع الشوكولا جا شباب. يعطيها الصحة. غدوة إن شاء الله مرحبا بكم. الله يسلمك. عندي إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. مرحبا بكم. الله يسلمك. الله يسلمك. يعطيك الصحة. حنا هذا هو الوقت إن شاء الله نروحوا إن شاء الله وغدوا إن شاء الله مرحبا بكم عندي. الله يسلمك إن شاء الله يا مرحبا بكم حتى نتوما عندي. الله يسلمك. نتلاقاو في ساعة الخير إن شاء الله. إن شاء الله. بسلامة. عجبك الديسير؟ اسمع يعطيك الصحة من لونتخي حتى الديسير كلش توب والطبق الرئيسي ما عندنا ما نحكوا عليها الحق وقتها لنات. لا بروميير نات إيمان. عرضة كانت ما شاء الله ويعطيها الصحة نعطيها ويت 8 نقاط من عند إيمان. دوزيام نوت منال. العرضة كانت جيدة نعطوها 8 على 10. إيه كيف كيف 8 نقاط. وأخيرا أمال. العرضة تاع الأخت مليحة جازت لها مليحة يعطيها الصحة وبارك الله فيها وعلى هذا الشيء نمد لها 7 على 10. ها 7 نقاط كيف أمل يا كلش عجبك لحد الآن صافا لاباس النقاط ملاح بصح غدوة إن شاء الله ديرني فيراج كل شيء ممكن قادر غدوة يبداو 6 5 ونص ما تقدرش تعرف وغدوة إن شاء الله العرضة راح تكون عند أمل اللي راح تسيد تكون الفائزة تاع هذا الأسبوع ولما لا تكون عندها عرضة وعليها الكلام. يعطيكم الصحة اللي تبعتونا نتلاقاو غدوة إن شاء الله تبقى على خير.